فريق يقدم أداء مميز هذا الموسم. البداية كانت بدون عقدة للزوار، لكن الجمعية الشلفوية بعد ذلك تحركت وسيطرت وخلقت الفرصة تلو الأخرى. الجمعية أصبحت تهوى الرقم 4 وتفضل في كل مرة أن تكرم ضيوفها برباعية، وأول من بدأها هو ناصري، هذا الشاب الصغير الذي قدم مردود مميز، والجوارح أصبح يستمتعون في المدة الأخيرة بالأداء وبالأهداف وبالسيطرة وبالفرص. أيضا شباب عين جاسر، هذا الفريق الذي دخل التاريخ بوصوله إلى هذا الدور، استسلم لقوة الجمعية التي خلقت الفرصة تلو الأخرى بقيادة المايسترو مسعود. في المرحلة الثانية نفس السيناريو تكرر، وسوغار من دون انتظار يسجل ثاني الأهداف ويؤكد بأنه في أحسن لياقة خلال الأسابيع القليلة الماضية. سهولة تامة وجدتها عناصر جمعية تشلف، والجمهور الشلفاوي حضر بقوة بعدما استمتع بنشوة التأهل في كأس رابطة أبطال إفريقيا. وثالث الأهداف من سوغار، دائما قلت كأس رابطة أبطال إفريقيا ورباعية المولودية، وهذه المرة رباعية أخرى جديدة في مرمى عين جاسر الذي حاول بهذه الكرات المحتشمة التي وجدت دفاعا شلفاويا لم يتسامح ولم يتساهل ولم يدخل في فخ السهولة. مهرجان الأهداف انتهى بتوقيع حدوش زكريا لتتأهل الجمعية الشلفاوية دون عناء برباعية، وتحية تقدير لأبناء عين جاسر.